الشيبة. الشيبايه الحبيبه. عندنا كوليكسيون ديال الجلال بالرمضان يا الرائعه الخبيك ويكا عباد الله. خلوني نغوت اختي الزرقاء المسبح واللي فيما كتلقى شي خضوريه كنمشي نتخبى حداها حيت الخضوريه الله حيت فيها هذا كتعطيك شويه الحياه، الماء والخضره والوجه الحسن. الكبيدات ديالي السلام عليكم ومرحبا بكم الكبيدات ديالي، فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله بعدا الصحه والسلامه والصحه عطلتكم. اليوم واحد الفلوق زوين غادي ندور تيدور في امزميز وفي تحناوت وفي الثلوجات يا لالا ويا لالا، وهانتوما معايا ان شاء الله انا والوليدات خارجين ومعايا الصديقه ديالي حتى هي. فريمون الصراحه هي ماشي بلادي، مي عرضت عليا صاحبتي قالت لي باش نمشي معاهم للبلاد ديالهم ونشوفوا الاجواء. فريمون انا ما عمرني ما خرجت الصراحه حدنا حد بلادنا حمر الشماعيه اليوسفيه ايه مي هاد البلايص فريمون ما عمرني ما شفتهمش، وهانتوما معايا نكتشف انا البلاصه وانتوما تكتشفوا. اللي بغى يجي يدور حتى هو هنا كيبان لي داكشي غزال وزوين. هاد امزميز راه قريبه لمراكش ما تبعدش على غير ساعه، ولكن اللي عجبني ان كاين الثلج وكاين الحراره، راه الثلج راه هو والحراره هنا والبرد هنا، فهمتوا كيفاش؟ عفوا اللي هي القفقافه وهنا الحراره. المهم هانتوما معنا وما تزبيوش كنحماق عليكم. وواحد الحاجه اللي مشات لهاد النهار يوسف صيفط هذه اليوم تخلي لي تعليق وتقول لي اشنا هي البلاصه اللي مشات وشنو اللي عجبها وشنو اللي ما عجبهاش. وفيما طلعتي الشوف كتلقاي جبال الثلج. وليدي وليدي اللي كنت مخبياه ها هو بان معايا، باركوا ليا هاك سيكيتا من نوغا كشكش مبشبش شو شو زوين. بلال هذا هو بلال اللي كان مخبي. شوفوا هانتوما البنات انا فين هانتوما حدا الجبال، هاد الدار حدا الجبل والجبال لالا بالثلج. شوفوا لي الثلج مع راساتكم يحيى. هانتوما شوفوا هنا الطبيعه يحيى والكرمه يا اختي يا اختي على الاجواء. شوف ها هو راجلي فين شاد الطوموبيله هانتوما، شوفوا الطوموبيله وسطاش وسط الربيع الصراحة زعما فوجنا مع راساتنا. ريان هانت ولدي ريان هاز البيكالا، غادي نخرج نفوجو دابا. شوفوا الحقولة هي راجلي عجبو المنظر بخير، عجبني غير جنان الزيتون. حنا دابا وسط الجنان، كنا نقولوا الجنان الجنان، انا حنا دابا كنا وسط الجنان. تخرجت تلقى الربيع، دخلت تلقى الربيع. وهنا البنات تغدينا وتسارحنا وجينا لهاد البلاصه كنتسالوا فيها. شوفوا هاد البلاصه جيت ليها هنا كانوا دايرين سونداج كيحفروا على الماء، شتو 5 ايام هما كيحفروا، 5 ايام طلعت عليهم 5 المليون اللي طلعت عليهم، ولكن خساره ضربوا تمارة على والو ما كاينش الماء. وهنا البنات انا جايه، وهنا البنات الفوقي الجبال ديال اوكيمدن الثلج راه ما بايضين شتوهم هانتوما هما. ايوا هانا غادي نمشي نبدل الجو، راجلي راه سبقني مشى. شوف هاد البلاصه زوينه اللي انا فيها فريمون، زعما شكرا للبسمه حبيبتي صاحبتي الزوينه اللي عرضت عليا على انني نجي عندهم العروبيتهم. صراحة احنا بلادنا ما عندناش بحال هكا الربيع، ما عندنا احمر، يعني اكثريه الارض جافه صحراويه، مهنة زوينه عندهم محسوبين على الشلوح، واخا هي راه في النواحي ديال مراكش ولكن كتسمى شلوح. تبارك الله الدنيا زوينه. شوفوا هنا جيرانهم لا لويفيرا غزاله، كنت مقطع منه واحد الطريف. ايوا هانتوما معايا تفجوا معايا، راهي الوالده ديال صاحبتي. زوينه زوينه الدنيا، وهانتوما كتساروا معايا في الدنيا وفي الربيع الخضر. وركبت البيكا جديد، فلوق جديد، نهار جديد، ومازال حنا كيف ما كتشوفوا في سميت البلاصه مريم. شنو كيقولوا لهاد البلاصه؟ ويلي بلادكم وما عارفاش سميتها؟ ما عارفاش. ولاد مطاع ولاد راك تفجج. صحة صحة
ووسط الجبال يوسف قول الدراري يلا خالي هذا شنو هو؟ بلدي بلدي لا هذا الورد ديالها ديال الحامض تاعها مشماش هذه ديال مشماشة مشماشة تبارك الله هذه مشماشة ولدها ان شاء الله ولدها اجي مشماشة جو ياك ان شاء الله الصيف مشماش يلا ان شاء الله والخبيزة والخبيزة حتى هي ياكي بالموت يا بيبي لا ما عرفتش نقطع تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك الجبال اختي الكلوجات مريم بالصحة والراحة بالصحة زياد اش كتاكل لينا قول حلوة حلوه تبارك الله كناكل راه شربت عاتي كاس ديال الحليب عرفتيكم كان اللوز كنا شبعنا اللوز انت عرفتي اللوز خضر ما عمرك كليتي انت اللوز خضر لا شجرة اللوز هذه المنظر واعر 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 فاهم واعر هذه العين الزرقاء بقينا هي باقا ما كملاتش باقا لا خرجت تبارك الله صنع عندي زعما ماما فوجنا ماما العين سرحات وعرفتي عيني ما بقاتش كضرني بالترويض كنشوف هنا ونشوف هنا وهزت السما ماما نعم ماما اش كنقراو على الورد زيد بوس ماما زيد لا شوف هذه هي شجره اللوز وانت شوف لا شوف اجي هذا البيسين ديال العين الزرقاء كبير كبير كديش تعالوا نشوفوا الزرقاء نطيح فيه شنو هو نطيح فيه مالك مسطي شوفوا البيسين ملي كيكون خاوي كيفاش كيكون ها ما غرقش بزاف كتبدلي كتشوفي شي بلاصه شي طبيعه ما عمر كيما شفتيها كتبقى عندك مدى الحياه تبقى شاده لك العام كله تتجي التفويجه الثانيه هادشي كله رجعني للماضي فاش فوجنا وتانتوما كتفوجوا معايا غير هي والله تنعيا ما نصور لكم الاجواء ماشي بحال الاجواء اللي بغي انكم تشوفوها حقيقيه عيار الشمس والحراره راه ليله هايله الله الحراره عارفين مراكش كيفاش كتكون شوفوا هذا لابيسين هنا غنمشيو للعين الزرقاء هذه المهم هاد البلاصه كيقولها مسبح العين الزرقاء المسبح وليت فين ما كتلقى شي خضوريه كنمشي نتخبى حداها حيت الخضوريه لقيتها فيها هذا كتعطيك شويه الحياه الماء والخضره والوجه الحسن الكبيدات ديالي الكبيدات ديالي موح عليكم عزازة شو ولدي شنو عيان علاش قلت لك ما غارقش دونك هذا ديال الصغار شوفي شوفي والله عندنا كوليكسيون ديال الجلال بالرمضان يا الرائعه الغزاله ها نتوما معايا وانا غادي لكم هذا الجلابه ديال الكخير غزاله فنه باللون الغوزي اللي بغيتها غير ب 50 درهم جلابه مخزنيه الكميمات طايحين الفولار ديالها بالصبر ديالها ديالتها ديال التحاوريكه وديال سماره ايوا شنو
خلاتها ميمي ويك ويك عباد الله خلوني نغوت دختي حجر غادا نهبط نغسل رجلاتي في الواد زكايا يحيى يحيى كتفزقني عرفتي المهابط من الجبال بزاف بزاف شو معلك يا يحيى الله يلاح شو معلك يا يحيى متفزقنيش تعال محمد عيدا الى مشيت تتكعب محمد مريم هاكي ونشوفوا انتم معنا تدي لك الخبيزه نشوفوا شحال نقلعوا تبارك الله تبارك الله دقاتني شوكه كيضرب كيضرب الشوك ديالو خاص حتى يخلف تبارك الله الحمد وهذا دابا غتجنيه كامل ولا غتخليه خذوه بغيت نرقدو ندير ليه هو زيديهم الدراري جنوه لك كامل تبارك الله ما يجيو ليا ما نجي ليهم بغيت يحو هذا الشيء اللي دارت دروك هي هاي هي تتنور فيها يا من جني ليهم خلي بو هيري كرفصوا لي حاجه والله الا الدراري الصغار زعما حنا وفرنا عليك سمير شوف تبارك الله شوف 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 غنديروا التصويره بالحامض نديروا هكا هذيك القضيه ديال بوندو بالحامض تبارك الله الريحه واعره 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 هذه بخاطر واش باقي بغيتي الشيبه نزيدها ليك ها صافي شويه شويه نمشي ثاني نجنو الشيبه نصوروا ولكن راه تقرصت تقرص من الحامض وضد فيها تبارك الله جرعتي هذا الزنان ديال الحامض كامل جاب لي الحامض جارتها عندها شجره الحامض قالت لها اعطيني الحامض قالت لها ما نعطي عندي الحامض وما باغي نعطيه حتى واحد وبالفقايص زرعت يا لاله جنان ديال الحامض تبارك الله وسط العنبي شوفوا جنان جنان وصدق ليها في يدها غير بالغرزه ديال الحامض هاك غير هي الشيبه ها الشيبه يا الحبيبه ها الشيبه الحبيبه والله يعطيك صحيحتك وتهلاي في هذا الشيء تبارك الله زرعت هذه الشيبه وزرعت هذا الليمون هذه شجره الليمون البنات شوفوا هذه ديال الليمون مزوينات ها شجره الليمون انتم شوفوا تبارك الله الغرس كيفاش داير بغيتي غير مشيت عندها الجراج هنا اييه درتي الليمون درت الليمون يا الله عمرني نذكر لك الليمون انا جرته الى وانا نجي صيفطو جاب لي الحمض حيت يزرع ودرته في واحد البانيطه ورا تبارك الله صدق لك صدق لك زوين تبارك الله الخمامس شناك شناه بعين الرحمه اييه قلت لي كاع اللي حليتي لي حقي في الحال قلت لها خليته لا ضروري وبس ما غتديه وشويه قالك اللي كان حقه يقمض عيني ايه شويه انا راه حسبيني بنتك مني من بسمه الحمد لله بنتي هذاك الشيء اللي كاين ما فيا لا بوخ لا شيكي لا والو الحمد لله اش قالك تاتلو عجبتها الوقت وما نبقى يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي تقلي غير بوحدك ربي السلامة يلا عمر في الميكا يلا جمعوا الحامض جمعوا لينا الحامض الحل فاصل اي جمع با يوسف نعم مشى له ستريس مشى كلشي مشى الاعصاب وبالصحة والراحة التفويجة الصحة عطي ليوسف الحامض يشم ريحة الحامض ريحة البلاد عطيه ليوسف الحامض عطيه 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 يشم ريحة البلاد باروك باروك ديال تبارك الله شتي شحال كتنون غي ما عرفتش علاش ما كبيرش بزاف ولا انت درتي لا هذاك هو القياس ديال الحامض ماشي داك الحامض اللي تيكون غليظ داك داك الرومي اييه هذا بلدي صافي هذا هو قياس هذا دابا ندير ليه غير الملحه نفرتحو ندير ليه الملحه وثلاث مال انت فرقي على اربعه اييه ديري هك وعاودي دير ليه هك وعمريه بالملحه وسدي عليه ما يضربوش البرد صافي وقت ما بغيتيه بغيتي تلقايه موجود موجود صافي اللهم يسر امين بديك تجي تاختي لي فرنسا تقول لك بغات الحمض تنخلي ليها حقها اي والله يسر خلي لي خليتي لي اختي حقي قلت لها خليته لك تنزها شو ديري كنبقى تمشي هكاك هانا هانا موسى ها هو ها حنا اختي ما كنديرو خالتي راه كدير لي غير هكا كتقلعو بالزربه انا اختي ما عرفتش نقلعو بالزربه ولكن صافي اشويه خالتي تبارك الله زوين غير 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 ما كاين ما ندير به يبقى غير هنا ياكي صافي هذا خديجه بس خالتي هذا ندير بزاف ولا شويه بزاف بزاف لا ما كاين ما ندير به زيدي صافي باش ما تتقطعيش ما تيزيان اوه انت راه قاصحه وما كتعرفي تقطعي العيانه ها شويه صافي ها وقطعي طري
كيقول لا هذا اللي قطعت شويه خاص ولكن هو راه كيبغي يكرم. الخير والخمير ها يا زيرو يا زيرو يلا تجير فين كاين البسباس الجنيان ما عرفت نجني هيا كما يتجنى داكشي بالمسرعي كترطقي بيدك انت ها هكا اي والله الا ترتقي بيدك انا نوريك انا نوريك ماشي هكاك بحال هكا عندي وحده شديها وترطقيها شتي نرجعوا الى الارض فضيله حنا من التراب والى التراب قال الحسن ثاني قال لهم حيدوا صندالتكم وسيروا حفياني كتحسوا بواحد الطاقه قال لهم حيدها مريم وديريها قال لي كتحسوا بواحد الطاقه قال لهم كتدخلوا واحد الفيديو ديال الحسن ثاني واعر هادي هي اللي ما تعاود اختي الحسن الثاني راه اقواله خالده عندي هذا الفيديو متابعي الاوفياء نتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم نتمنى الدوره في مراكش والنواحي ديال مراكش امزميز و تفركوس والسميه التلفوليه نتمنى تنال الاعجاب ديالكم اكيد خليت لكم الراحه وما تنسونيش دائما من اللايك ومن البارتاج اكيد في امان الله.